السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا بنا عندكم. يلا كاين شي اسئله؟ السلام عليكم. اولا هو واش اول مشاركه ديالكم بالنسبه لي انا اول تخيل غادي نديرها في رجل حكمه، يعني انتم واش اول مشاركه ديالكم في رجل حكمه ولا ديجا شاركتوا شحال شي عام قبل منكم؟ لا انا بالنسبه لي هذه اول مره اول مشاركه، و انا كنت بحال الناس كنت كنقرا وكنسمع على مهرجان حكمه، كنتفرج في مهرجان حكمه في الاخبار وكنشوف ملكة الجمال الوصفات ديالها زين، وكان كوحدة محبة للفن ومحبة للغناء كنت نتخيل راسي كنقول شي نهار زعما كنت انا في هاد لاصيت وجات اقدار تحققت هاد العام هذا، وفرحانة بزاف بهاد المشاركة وفي هاد البلاصة بالضبط في هاد المدينة اللي ما عمري ما شفتها، وانا شفتها دابا ونتلقى الناس ديالها ونقرب منهم ونقرب مني ان شاء الله يكون يدوز كلشي بخير. وي كذلك انايا بحالي بحال فنانتنا الجميله صاحبه الاحساس والصوت الجميل القوي لميا الزايدي، فهذه اول مره انا كنشارك، كانت بزاف المرات يعني كان سبحان الله ما كان مكتب شيء، ولكن الحمد لله رب صدفه خير الف ميعاد. هذه المره تكتبت لنا في الدوره 99، وهذه ما هي الا دوره مهيديه السنتونير، دوره 100 ان شاء الله السنه المقبله بحول الله اذا اطال الله العمر، نتلاقاو جميعا الى الناس مسؤولين على المهرجان، مهرجان حبلو، ولا كذلك الناس ديال صفرو والناس المنظمين والاعلام والصحافه الى غير ذلك. فاللي كنبغي نحيي الناس ديال المدينه اللي حافظوا على هذا المهرجان وكيتعتبر من اعرق المهرجانات عندنا في المغرب، واللي عنده واحد السمعه جميله وطيبه وهو يعني محفور في الذاكره ديالنا جميعا. كما قالت حنايا اكيد حنا في بدايتي الاعلاميه ودات تنسمع وتندير تغطيه للمهرجان، درتو واحد الوقيته كما درتي انت اول مره، درتو انا هذه سنوات درت تغطيه، ولكن كصحفي ما عمري ما قدمت فيه السهرات، هذه اول مره وان شاء الله تكون هذه سهره الختاميه سهره جميله ان شاء الله. كما قلت غنضربوا موعد ان شاء الله السنه المقبله، لان كنبغيو نمشيو بمهرجاناتنا في البلاد، نمشيو دائما من حسن الى احسن، حنا ما تنشبعوش دائما تنمشيو كنطمحوا للاحسن. تفضل. السلام عليكم. حسن برهون، يعني كنوجد رساله تروحها حول الاعلام والتنميه والسياحه. كان شرف لي كبير انني كنتواجد في مدينه صفرو وتواصلنا مع المواطنين، كلشي كيرحب بالمهرجان، اكيد انه المهرجان نجاح، فبالتالي كنهنيكم على هذا النجاح. لي سؤال دقيق، يعني الى اي حد ساهم مهرجان حب الملوك في انجاز التنميه يعني في مدينه صفرو؟ طبعا انا نجاوبك واخا ماشي اختصاص ديالي، لان ربما خصني تكون عندي ارقام وخصني نكون انا من الناس المسؤولين على المدينه. انا بحكم كمغربي وواحد اللي كيجي كما قلت جيت شحال من مره لمدينه صفرو كسائح، تعرفت عليها من خلال الاصدقاء اللي عندي هنايا، كذلك لان هي بقرب مدينه فاس كنجو لها بزاف، ثم كذلك من خلال التغطيه ديالنا الاعلاميه على مدى سنوات لهذا المهرجان، فاكيد غادي يكون عنده واحد الوقع، لان هنايا انا تنشوف مني كنعرف كنشوف بان بعض الاقتصاديين الناس سواء في الرباط او مدينه الدار البيضاء او مراكش يعني كيعرفوا مدينه صفرو من خلال طبعا او كيتشجعوا من خلال المهرجان، ربما كانوا استثمارات، ربما كذلك حتى المستوى على مستوى الوطن العربي. فبالنسبه يعني بكثرة ما جاوا بعض الفنانين من خارج ارض الوطن فاصبحت مدينه صفرو معروفه. الارقام ما غاديش تكون عندي اكيد، لان انا ما الاختصاص ديالي هو الميدان الاعلامي الفني، ولكن اكيد ان عنده وقع ايجابي غيكون. بالامس كنا مع قناه الحره، يعني الاشعاع العالمي للمهرجان كيفاش كتشوفوه؟ انت اللي خصك تقول لنا كيف اللي كنتي مع قناه الحره. كاين ترحيب يعني ما كرهتش انا مثلا، انت بحكم انك البحثتي مع قناه يعني قناه الحره، ومن خلال التغطيه ديالك ومن خلال البحث ديالك والاطروحه اللي فكيفاش داير هو الواقع ديالو يعني مثلا عالميا مثلا؟ كانت مناسبه ان قناه الحره يعني تواصلت مع المواطنين، وكانت مناسبه انها تلقات مع المسؤولين، ولا جانب قناه الحره كنا مع اجانب يعني كانت مناسبه انهم جاو، فبالتالي كان تواصل اللي كنتمناو انه المزيد من اثاره المستثمرين على المدينه، لان المدينه محتاجه مستثمرين، محتاجه لرجال المال والاعمال، كنتمناو ان المهرجان يعني يعود بالنفع على المنطقه على مدار السنه،
لانه الفتره المهرجان كتكون يعني محطه اساسيه. تمنونا مهرجان يعقد يعني دورات شهريه او دوريه للمزيد من النجاح. اكيد اكيد، وان شاء الله كذلك يتم استغلال حتى على الجانب الفلاحي، لان الحمد لله كما تعرفت المدينه بالمنتوج ديالها وخصوصا فاكهه الحب الملوك، فربما يكون هناك استثمارات الى ما كانوش ديجا كانوا. حنا دونك كما قلت لك حنا تاعنا كذلك كنجيو باش نتعرفوا اكثر، نتلاقاو مع المسؤولين باش يعطيونا مدى الاستثمارات اللي رجعت بالنفع على المدينه من خلال المهرجان طبعا. شكرا لكم استاذ. مرحبا. الله يعاونك. انا صراحه كان عندي بزاف ديال الاعمال كانوا غيطرحوا قبل من رمضان، وكانوا كناخذ نورمالمون مورا رمضان ديال الصيف، مي شاءت الاقدار بان ما يكملش داكشي، لان كنا فريمون صافي تنوجدوا بالكليب وكلشي ما كملاتش، فالخطه كلها تبدلات عندي وجات مع الصيف. دابا حاليا حفلات مهرجانات اعراس وحتى مورا الصيف عاد نقدر نزيد شي حاجه جديده. فكما كتعرفي بالنسبه للجديد انا درتو هذه السنه هذه، لان كما تعلمون قناه شادا تي في هي قناه جديده في المشهد ديال السمع البصري هنا في الوطن ديالنا، قناه فضائيه طبعا مغربيه 100% فنيه، عندي فيها برنامج اللي هو دندنه مع عماد، اللي كنحاولوا اننا نستضيف العديد من النجوم والفنانين والاصوات الجميله المغربيه. الحمد لله اللي ولوا عندنا نجوم من امثال لمياء وحاتم عمور ودنيا باطمه ونعمه الحلو، يعني ولائحه طويله. احنا ماشي كنجيبوا الجديد والقديم، والبرنامج كيرتكز على كنركزوا على المحطات الكلاسيكيه، المدارس الكلاسيكيه سواء كانت مغربيه او عربيه. الحمد لله دوزنا هذا الموسم، وان شاء الله الموسم الثاني غادي تكون كذلك غنبقاو غادي في هذا الموسم الثاني ديال البرنامج. ثم كذلك ان شاء الله عندي برنامج اخر اللي هو درت واحد 4 حلقات في رمضان، الا كنتو تبعتوها راه كاينه سور يوتيوب ولا تفاصيل راه كاينه على شاده، برنامج سميتو غني لي، هو برنامج مسابقه تفكر الجمهور بايام فاصله دونك ان شاء الله ممكن اننا نستمروا فيه. شوف تابعنا اول حاجه مرحبا بكم اليوم في السفره. بغيت نسولك اخت لبيه السيدي، كيفاش كتشوف هذا المهرجان ديال تختار الملكه ديال حق الملوك على واحد المعايير هما ماشي اساسيه يكون الزين، ولكن تشكل واحد المشروع كتقدمو لمدينه صفراء. نفضوا لمياء الزايدي، كنتي ملكه جبل حق الملوك، شنو المشروع اللي تقدري تقدمي لصفراء انه يساعد في التنميه ديال المغرب؟ ما سولتينيش هذا السؤال. انا هو السؤال زعما جاني مفاجئ وما طمنتهاليش على بالي اصلا، ولكن حاليا اللي جاني في راسي انا كشابه غندير مشروع نتوجه للشباب، حيت الشباب هما المستقبل، هما الحاضر، هما اللي غيشدوا زمام الامور، وعندنا طاقات كبيره وتبارك الله الدراري دابا ولاو تيقراو ولاو تيكملوا قرايتهم ولاو عندنا دبلومات ولاو عندنا مدارس كثار ولاو عندنا تخصصات كثار، يعني الدراري عندهم ما يقولوا في بزاف ديال الشعب وبزاف ديال التخصصات. دونك غنحاول نشوف غندرس بعدا الساكنه ديال المنطقه شنو فيها شنو عندهم باش كيتميزوا، الناس اللي هنايا شنو اللي اقرب ليهم اكثر، شنو اللي مثلا كيميلوا ليه اكثر، شنو الحاجه اللي ناقصاهم مثلا، وغنحاول ندير هذا الشيء كله، غنحاول ندير واحد القالب اللي يعود بالفائده عليهم، وما يعني نخلق واحد الجو ديال الحركه وديال بيزنس بحال تيقولوا في المدينه، باش ماشي الناس ضروري خصنا حتى نخرجوا من المدن ديالها بحال هكا الصغار نهبطوا لكازا او الرباط باش نقدروا نخدموا او نديروا شي حاجه، نخلقوا شي حاجه من هنايا ويتنفعوا بها ولاد المدينه ولاد يعني المحيط كامل المنطقه. شكرا. تتجاوز نعم؟ عندي واحد السؤال لك. نعم. الوصفه اللي اختارت بين الملكه ديال الملوك اختارت واحد المشروع انها دير واحد التكوين للشباب اللي مقبلين على الزواج. شنو رايك ديالك في هذا المشروع اللي خدمته؟ واش هو قادر زعما يشجع الناس اللي عندهم عزوف على الزواج؟ انا نشارك معاه في هذا المشروع.
بالعكس كنشجعوها على هذه البادره هذه وكتبقى. انا شفت من خلال واحد روبورتاج في القناه قناه اولى او دوزان اعتقد، فعجبوني البنات ثلاثه تبارك او كنقول لهم هنيئا سواء اللي فاز باللقب او الوصيفه الاولى او الوصيفه الثانيه. ولكن انا حلم ديالي السؤال ديالك اللي وجهتيه لامع، لو كنت مثلا انا واحد من ربما نقول مثلا مساعد ديال هاد السيده او قريب لها او مناجر ديال ملكه الجمال اللقب اللي كتفوز باللقب، فنبغي يكون واحد المشروع او استثمار، بغينا نسفروا علاش تولي مدينه الحب الملوك بامتياز عالميا كما مثلا كنسمعوا كنمشيو فرنسا تلقاو الناس مثلا عندهم واحد المنتوج ديالهم في بعض المدن الفرنسيه بلا ما نقولوا نذكروا كذلك في اسبانيا كتلقى لا طوماط باغ اكزومبل. علاش ما نكونوش مثلا بغينا نكون واحد المشروع ونعاونوا هاد الشباب ان نجلبوا مستثمرين وتولي هاد المدينه مدينه حب الملوك يعني بامتياز. الى مشينا لاسيا او امريكا اللاتينيه او في اوروبا او حتى في افريقيا نعرفوا بان كاينه واحد المدينه مغربيه صفرو مدينه جميله اللي معروفه بحب الملوك. هذا الطموح ديالنا ان شاء الله. سي خالد بوبرس بالنسبه ليا واش كيتبع حب الملوك؟ هذا السؤال الثاني اللي غنطرحه هو نقول بان الا كنت شفتي البرنامج ديال هذه السنه هذا بغينا نعرفوا واش كيجاكم انتوما وشنو تبغيو تضيفوا زعما في السنه المقبله ان شاء الله باذن الله انتوما كفنانين. السؤال الثالث شنو هو؟ الثالث هو ما هو سر الجمال ديال لمياء الزيدي؟ السؤال الرابع هو الألبوم ديال لمياء الزيدي فين وصل؟ لحقاش يقصدها شنو هو؟ والخلاف بينه وبين حاتم عمر على سبب أغنية شنو؟ لا إله إلا الله. خمسة الأسئلة. نجاوب أنا من وين؟ اليوم سر الجمال. سر الجمال؟ شوف أنا اولا ما دام بحال هاد الاسئله تيحبوني هادي اولا وشكرا على هاد شنو تيقولوا لها الكلمه الجميله ولا المجامله الزوينه من طرفك. بزاف الناس قالوا درت عمليه تجميل، كاين لا عمليه تجميل حتى شي حاجه، هو انا كنت مقصره في كل ما يتعلق بالظهور ديالي لسبب بسيط، هو ما انا محبه للبساطه ومحبه يعني اقرب للطبيعه اكثر، كيعجبني كل ما هو طبيعي ما يعني حتى في شخصيتي ماشي متصنعه ما فيهاش الزواق بزاف ما ف ودخلت واحد العالم ديال الاضواء وديال الشهره وبقيت في هذيك الطبيعه ديالي. دونك كان وقع واحد التوقف طويل شويه وكان خصني نرجع. دونك غادي باش نرجع خصني نرجع مختلفة بطريقة جديدة وطريقة ملفتة للنظر. دونك إذا كان هاد الاهتمام وشوية ديال المكياج مقاد ومزيان وضعاف غادي يدير هاد الضجة هادي كاملة، حنا درناه ودار هاد الضجة المطلوبة وكثر منها كاع وزعما هذا هو زعما ما كاينش سر ولا شي حاجة، هي خطوات بسيطة اللي بغيت كنعتمدها في أيامي. سبور ماكلة مقادة وليت كنعرف شنو كنختار وداكشي كينعكس على البشرة كينعكس على لا مين ديالك انت تكون عندك بون مين في وجهك في صحتك هادشي كله تيلعب دور. بالنسبه ل البوم باش نبدا بالحق زعما الدوره ان شاء الله السنه في القرن كيفاش غادي انتم كفنانين شنو هي النقص اللي كاين وتبغي تضيف؟ انا بالنسبه لي انا قلت لك انا من زمان وانا تنسمع على حكي الملوك يعني ماشي شي حاجه جديده عليا، ولكن نبغيه مثلا هاد السنوات اللي مؤخرا كنت نتمنى بان تكون التغطيه الاعلاميه اكثر بحال اللي كنت كنشوفها انا فاش كنت كمتفرجه. يعني كان الحدث ديال حب الملوك بحال قلتي حدث في المغرب كامل تيتسنى هاد مهرجان حب الملوك، كانت الفكرة ديال ملكة الجمال والاختيار ديالها وكيدوزو في الكرنفال في الشارع داكشي كانت مبهرة بالنسبة لنا وكانت جديدة بالنسبة للمغاربة وفي المغرب، فكنتمنى كل عام تكون شي حاجة جديدة اللي تتجذب الأنظار ويرعاو ترجعوها عاوتاني بحال داك الحدث الضخم اللي كيدوز في المغرب. أنا من رأيي كنتمنى زعما شي سؤال أخير الله يخليكم
رشيد علوي حدا سبيس الإخبارية لمياء الزيدي بعيدا عن رشيد علوي سبيس واش كتفكر لمياء الزيدي انها تقوم بواحد فيديو كليب ودير تسويقيا وسياحيا وديال السفر علاش لا ما بالعكس ما كاين حتى شي اشكال وما كاين حتى شي حاجه اللي كتمنع شوف الفكره ديال الفيديو كليب والاغنيه اللي غتكون فيها وتبارك الله حنا الطبيعه عندنا حنا زاخرين بها في المغرب وعندنا بزاف الاماكن اللي جميله بزاف ومنها اللي تحت المنطقه ديال الزفر والمحيط ديالها علاش لا بالعكس صافي بليزير ما غاديش والو اخوة كنشكركم اخر سؤال هو المقارنة صعيبة لأن أولا دوزيام اشتغلت فيها تقريبا 19 عام 19 سنة عمر بديت دوزيام وأنا صغير دوزيام كتعتبر بيتي وسريري ووسادة ورأسي أضلعها يعني هذا هو وكانت الحمد لله أكثر أعطتني دوزيام شيء كثير وكذلك أنا أعطيتها أعطيت برامج كثيرة الحمد لله كانت في المجمل ديالها إن لم أقول كلها فهي الحمد لله كانت وصلت لعند الجمهور كانت برامج ناجحة سالت واحد الفترة اللي ما بقيتش لقيت غادي نفسي يعني ربما بحالة تحدو شي شوية بعد 19 عام خليت الأمور درت المغادرة الطوعية ديالي تراضي أنا والإدارة ولكن بقيت معهم أون خلاف دونك زعما يعني كيحتاجوني أنا موجود دائما ثم كان ضروري أنني نبحث على آفاق أخرى من خلال منابر إعلامية فلما جاء المشروع ديال شادة تي في فعجبني المشروع والفكرة طموحة قناة فتية والحمد لله هي هي كذلك من الواجب ديالي اننا نهزوا بالقناه ديالنا والاعلام ديالنا يعني ما كاينش دوز الحمد لله شاده المكانه ديالها ولكن نبغيو كذلك نكون عندنا قنوات وقنوات شكرا سي عماد